نار تفرقنا. الطار 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 يا ولدي نار بتحرقنا. هنسيبها ولا نردها تقدر تعيشي فوق. بنتك مضت على ورقة الجواز العفو وقبضت ال50,000 جنيه اللي كان عليك للتعشي. كسروك يا سالم، كسروك، ضربوك وهنوك وحطوا لصق في الطين. ويضرب بقى عمك يعرف انك انت عمي ما يعرفش حاجة ولا يفتح خشمه بكلمة عني بخصوص مرضه الجديدة. أنا هقول إنه كذاب.
ساعتها عنا ما يرحمش اللي يفتح خشمه كلمة مع مرته جديده. انا صاحب المخدرات اللي لقيتوها في المخزن. الكلام ده لا طب الكلام ده كده ما حصلش. الواد بريء منيها والله. كدبه كيف يمه؟ هو في حد يبلغ عن نفسه في تهمه زور زي دي ويلف حبل المشنقه حوالين رقبته؟ ليه ما يكونش هو اللي كان بيهرب المخدرات من وراك؟ طب اعمل فيها ايه المره السوده؟ اعمل فيها ايه؟ ده انا لفيت حبل المشنقه حوالين رقبتها تقوم تهرب منين؟ يا فراش ورجعت لي زي العمل الراضي تسود علي عشت من تاني وحياة الليالي السودة اللي شفتها من وراك لدفعك التمن غالي وانت اللي هتاخد لحق وخليك على عناكك ده نايم في العسل اللي هدوكه لك على يدي عشان تبقى زي الخاتم في صباعي ولا تقوليش لا على اي حاجة وحوريك كيد الحريم هيعمل فيك ايه يا فراش. قلبي عندك يا حبيبتي شدة وتزول إن شاء الله. تسلميلي يا عم من ساعة اللي حصل لسالم وربنا يعلم باللي احنا فيه. من غير ما تقولي يا عليا أنا عارفة اللي عندك. ربنا يهون عليه يا بنتي ويلطف بينا. أنا من ساعة ما علمت باللي حصل وأنا زي ما كنت سكينة شقت قلبي شق. بسم الله على قلبك يا عم. أنا ما هرتاحش ولا يهدالي بال إلا لما سالم يخرج من اللي هو فيه واللي عملك ده ياخد جزاء. انتي لو ما وصلتلوش جوزي هيتعدم يا عاليا. الله لا يقدر ولا يكون يا بنتي. الشر بره وبعيد. ده ربنا بيقول فإن مع العسر يسرى. إن مع العسر يسرى. اليسر معاه يا بنتي مش بعديه. وده كلام ربنا كلام رب الحج. نعم بالله. تجوزت يا حمدان؟ ايوه يا ابوي. يا ابوي من غير ما تقول لي. انا عارف انك مشغول يا ابوي. وبعدين انت اللي طلبت مني قبل سابك ان اتجوز والحمد لله عروستي بسمه زينت البنات مدلعاني مريحاني على الاخر. لا ما هو عروسه زينه ومليحه. وانت تبقي بنت مين يا بسمه؟ بسمه جدي بنت راجل طيب من قنا وانا اللي نقيت العم حمدان. بس يا ما اخترت يا ولدي. مبروك يا عروسة. الله يبارك فيك يا هارون بيه. النيابة أمرت بالقبض عليك في قضية حرق المصنع دي. ما عايزكش تهمل الجبل لأي سبب. أمرك يا جد. طيب سيبونا وحدينا شوية لو حمدان. حاضر. بإذن الله جد. تفضل. اقعد يا حمدان. تفضل يا أبوي. أنا جيت على نفسي وجيت لك لحد هنا رغم كل اللي قلته لي المرة اللي فاتت. معلش يا أبوي سامحني. الكلام اللي قلته ده كان غصب عني. الحياة هنا كانت طفحة مرار يا أبوي. بس الحمد لله بعد ما اتجوزت العيشة اتغيرت. يعني عايز تقعد في الجبل هنا ما تهربش برا مصر؟ لا يا أبوي أنا مش ههرب برا مصر دلوقتي. وهاك يا حمدان تكون لسه بتفكر انك تحرق بيت بنت نصرة وجوزها العمدة من تاني؟ لا يا ابوي انا كل اللي في دماغي دلوقتي اني اخلص على اخلاص. ما تشيلش هم اخلاص زي انا هجيبها لك لحد عندك هنا واخليك تعمل فيها ما بدالك.
عارف سكتها فين؟ لا ما اعرفش بس مسيري عارف. طب بقول ايه يا ابوي؟ اتفضل. ايه؟ يعني كنت عايز منك كده بتاع 60-70 ألف جنيه. تاني ياد بدل لسه بعت لك 100 ألف جنيه عن قريب. اعمل ايه بس يا ابوي؟ عريس جديد والعروسة عايزة شوية حاجات كده، انت عارف يعني. انا ما كنتش عارف ان العروسة الجديدة دي لحست مخك يا حمدان. واضح انها نستك اخلاص ويومها السودة. خلاص ايه يا ابوي؟ الله لا يعيدها ايام. متأكد من الكلام اللي هتقوله ده يا خليل؟ ايوه يا ابوي، الأستاذ أحمد لسه مكلمني وقال لي إن الحاج نصرة أفرج عنيها الحمد لله. يا فرج الله؟ كيف؟ كيف يفرج عنيها وهي واخدة أعداء؟ واحد من شعابنا اللي كانوا شغالين عندها اعترف على نفسه. معقول؟ حتى لو كان اللي بتقوله ده صح، معقول اللي عملها يعترف على نفسه؟ ها؟ كان ضميره صحي. لا، اللي بيتاجر في المخدرات عنده ضمير عشان يصحى. اهو اللي حصل يا محروس. المهم ان الحاج نصرة طلع براء. شفتوا انكم ظلمتوا هارون بيه لما اتهمتوه ان هو اللي حط المخدرات لنصرة في مخزنها؟ اللي قولي صحيح، هارون بيه عامل ايه دلوقتي لما الحاج نصرة طلع براء؟ انا ناوي بكره ان شاء الله انشر لك كام اعلان تهاني في كام جورنال يا حماتي. لا معلش، ملوش لزوم دلوقتي. ليه يما؟ لازم الدنيا كلها تعرف ببراءتك، خصوصا عشان شغلك. اكيد الشغل في المجموعه اتاثر صح؟ يعني دلوقتي الشعابنا بيفتحوا الجرايد الصبح يلاقوا اعلانات مباركه وتهاني ولادهم مرمي في السجن وصول دي؟ لا بصراحه عندك حق يا حاج، مش وصول فعلا، بس انا ما خدتش بالي خالص بالتفصيله دي. ماشي، بقول لك يا احمد، هو يحيى هنا في اسكندريه ولا عاود الصعيد؟ لا لسه في اسكندريه، قاعد في اوتيل. عاوزه ايه من يحيى؟ طب قول له ان انا عاوزاها في حاجه مهمه. في ايه يما؟ حاجة ايه المهمة اللي عايزاها من يحيى؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألف حمد لله على السلامة يا هارون بيه. الله يسلمك، تفضل تفضل. نورت الصفونية يا جدي. نورك يا ولدي. عرفت اللي حصل لنصر يا جدي؟ ايه عرفت. ده الخبر مالي البلد. خليهم يتسلوا ويحكوا ويتحاكوا عشان يعرفوا كانوا كدي ظلمني بالتهم اللي اتهموني بيها دي. انا ما فهمش حاجه يا جدي، انت مش قلت قبل سابق انك حطيت لي نصره في المخزن مخدرات وبعت رجاله؟ مش بس يداك حديد ماسخ مالوش عازه، اتخبلت في نفوخك اياك. مش اخبار عن امك؟ ما فيش يا جدي. طيب انا عايزكم من بكره تجهزوا حالكم كده عشان الانتخابات. الله اكبر، حقك يا هارون. مبروك مقدما يا سياده النائب. الله يبارك فيك يا هيمة. بقول لكم ايه، جدكم هيفضل سيادة النايب لآخر يوم في عمره. عرفت اللي هتعمله زين يا يحيى؟ ايوه يا حاج، ان شاء الله ربنا يجويني واقدر اخلص الموضوع ده في اسرع وقت. في ميزان حسناتك يا ولدي. كنت عاوز اكلمك في موضوعك ده. خير ان شاء الله. علي لسه برضك ما جالتلكيش حاجه بخصوصي. يعني هي عالية دلوقتي يا ولدي؟ الله يعينها على حالها، يعني هي دماغها في أمها واللي جرى لأمها معذورة يا ولدي. ما كلنا دماغنا فيك يا حاجة، بس يعني تسلمولي يا ولدي. يعني إحنا يعني إن شاء الله ربنا نجيب الخير، وأنا ما عاوزكش تبقى قلقانك ده، وارمي حمولك على الله وربنا يجمع إن شاء الله. الرئيس هاشم بره وعايز يقابل حضرتك. خليه يخش. طب استاذن انا يا حاج. ليه ما بدري يا ولدي؟ لا عشان ما اعطلكيش وتشوفي حالك. سلام عليكم. ربنا يسلم طريقك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا رئيس هاشم؟ مرحبا. ازيك عامل ايه؟ ازيك يا استاذ يحيى؟ اتفضل اتفضل. خليك. السلام عليكم يا حاج. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. واقف ليه ارتاح؟ يريح قلبك ربنا يا رب. تسلم لي. نورت بكتبك. تسلم لي. حد يعمل كده بردك؟ هتضيع روحك؟ يا ريتني قتلته يا حاج. ان شاء الله خدت فيه اعدام. لا في ده؟ في الابعد ده؟ لا ما يستاهلش حد ياخد فيه اعدام. انا سالم حيوان الروح اقل مني انا ولا ايه؟ ربنا ما يحرمنيش منيك انتوا التنين. خد دي كمان بالهنا والشفا. مش قادر يا بسمه.
مش قادر، قلت لك شبعت خلاص. دكلة عصفورة ولا ايه؟ انت هتكسف يدي؟ طب انا مخصمة. لا لا، خصمة لي ده ايه؟ ايه بالله. حاضر هاكل، انا عشانك اكل خروف بحاجة. تسلم لي يا حمادة. ايه؟ انت قلت ايه؟ حمادة بدلعك. انا بجيل حمادة. هو انت اجل من اللي بيدلعوهم ولا ايه؟ بس انا مش هقول لك حمادة غير وانا وانت لوحدينا، عشان هيبتك وسط الرجال. انت ما تعرفش انت غالي عليا قد ايه. ربنا يخليك ليا يا بسمة. قولي لي، انت مش زعلانة انك سبت ابوك وامك وجيتي عشت معايا هنا في الجبل؟ لا، انا راضية بنصيبي وما عاوزاش غيرك، حتى لو عايشت نفسيش. الله الله يا بنت على كلامك الزين ده. طيب انا عاوز اطلب منك طلب، وعشمعنى ما تكسفنيش. خير؟ في حاجه نقصاكي؟ لا، ده انت مدلعني وجايب لي كل حاجه، لبس اشكال والوان، ده غير كل يوم بط وحمام مشوي. امال في ايه؟ قولي عاوزه ايه. ابوي وامي واخواتي اتوحشتهم قوي. ماله، نبعت نجيبهم لحد هنا وتشوفيهم؟ لا، ما يقدروش يطلعوا الجبل، انا عاوزه ازورهم يومين. تزوريهم عشان خاطري يا حماده. ايوه بس بس، يعني انا ما اقدرش على بعدك يا بنت. انت دول يومين بالعدد، ولو مش عاوز انا ما اقدرش على زعلك. خلاص روحي لهم، بس زي ما قلتي يومين اتنين بس يا بسمة. تسلم لي يا روح قلبي بسمة. تسلم لي، دي حكايتك دي يا بنت. بهشيك بمليون جنيه. فلوس ايه دي يما؟ من فلوس اللي كنتوا محتاجينها للجمعية الخيرية. جبتيها منين يا حبيبتي؟ احنا عندنا أزمة في السيولة. ربك ما بينساش حد. يما احنا أولى بالفلوس دي هدلوك من الجمعية الخيرية. الفلوس دي ما هناخدوش منها مليم. هتسافر نجع حمادي تصرف الشيك وتعمل اللي قلتلك عليه. حاضر يما. تصرفت كديها على البيت اللي اتحرق يا أحمد. والله يا حاجة لغاية النهاردة صرف أكتر من 250,000 ولسه ناقص فلوس تاني كتير. ماشي. ده شيك ب 500,000، هتاخد اللي صرفته والباقي هتصرفه على التشطيب وعلى الفرش. هو مش البيت ده اللي كنت عايش فيه انا ومراتي وعيالي برضه يا حاجه ولا ايه؟ الكلام ده عيب، غلطه كبيره. اسمع كلام امي يا احمد، ربنا يخلي لنا امي اللي فلوسها ما بتخلصش. ان شاء الله دايما تهزوني كده اسقط فلوس. اسمع كلام مرتك، امسك. ربنا يخليك لينا يا حاجة، ما تحرمش منك يا رب. خديها يا حماد، كلها من يدك. تسلم لي يدك يا حبيبة حمادة وعيون حمادة. بقول لك ايه؟ انت مش اتفقت معايا انك تصالح الريس سيوفي؟ مش وقته يا بسمة، مش وقته. سيوفي ايه وبتاع ايه؟ خلينا في اللي احنا فيه يا بت. ده باين عليه بيحبك، ده قاعد مخصوص هو ورجالته عشان يحموك. ده انت قلت انك ضربته بالنار وما رفعش عليك السلاح. ها قلت ايه يا حماد؟ يا حماد دي المولديه نبله. حاضر يا ستي، هقوم اصالحه. اعمل لك ايه؟ ربنا يخليك لي. بس بقول لك ايه، ما تاخديش على الجلع ده. مش كل ما هتقولي لي حاجه هعملها لك. حاضر. سيوفي سيوفي سيوفي. خير؟ في ايه يا عمر؟ انا بقولها لك ها قدام رجالتك، حقك عليا يا سيوفي، انا محقوق لك، واوعدك اني مش هزعلك تاني. واه كده مره واحده؟ دي حلاوه اللي حصل لنصر. ها نقول صافي يا لبن.
صافي يا لبن. تعيش يا سيوف. بإذن احنا يا عمدة. تفضل يا سيوفي. يلا يا رجال. حكايتك يا بسمة بأنك أكلت بعقل عم حلاوة وخليتي صالح سيوفي، يا ترى ناوي علي تاني يا بيت سداد؟ يا رشاد روح انت ولما هعوزك هطلب. عاوزكم من بكره تجهزوا 1000 يافطه للدعايه وتبدروها في الصفونيه كلها والبلاد اللي حوالينا. انا عاوز اليافطه دي تتعلق في كل الدائره الانتخابيه. امرك يا ولد عمي. وتشتروا قد حموله عربيتين نقل قماش وبطاطين وتوزعوهم على الناس. بس ده كتير قوي يا جدي. لا مش كتير يا ولدي، انا لازم انزل انتخابات المره دي بتقلي. اسمع يا هيمه. ايوه جدي. من هنا لحد يوم الانتخابات عايزك كل كام يوم كده تذبح لك عجل وتفرجوا على الغلابه. حاضر يا جدي. سمعت يا هارون ان بيت ناصر اللي كانت حرق ده تبقوا شغالين فيه ليل نهار وقربوا يخلصوه؟ وماله؟ خليهم يبنوه من تاني ويزوجوه. خلي نصرة تفرح بيه كام يوم كده قبل الانتخابات. استوعدك يا مصلحي، بعد ما افوز في الانتخابات ان شاء الله ما هخليهاش تتهنى بيه دقيقة واحدة. يا فلان عالم ليه يا هباش يا خارج الجن والشياطين يا ميمون يا ابن سميت، احضر بسرعة وهات برجان معاك جوه البيت. سميت يا خارج الجن والشياطين يا رب. تفتكر هتلاقي حاجه من اللي الشيخ دعبعه قال عليها؟ هو قال لما الرجاله يحفروا مترين هيلاقوا تمثال اثري، ولما يحفروا متر كمان هيلاقوا تابوت فيه موميا، ودي علامه هتاكد لنا ان المقبره تحت البيت ده. طب مالك مزرد دي ليه؟ هلا ما عدوا الثلاثه متر اللي ما شفنا ديرس، مش تمثال ولا تابوت. الاذن والسماح، الاذن والسماح يا مرجان يا مرجان، الاذن والسماح. احنا لقينا حاجة. الحق، بيقولوا لقينا حاجة. قوم يا ريخي. لقينا حاجة يا مرجان يا مرجان يا مرجان. الشيخ ده صدق، الشيخ ده صدق يا ام صالح. ما تقولش اسمي قدام الناس. الشيخ ده صدق يا ست اخلاص. بقول لك ما تقولش اسمي قدام الناس، ده دم انت غريب. يا رب يا رب نلقى المقبره يا رب. ان شاء الله هنلاقوها يا ام صالح. بقول لك اخلص دم انت رخم. اقعد. جدك دخل الانتخابات؟ ايوه، وانا دلوقت بقيت دراعه اليمين. لولا كلمتيني في الموبايل انا ما كنتش جيت. ما انت خلاص نسيتني وما بقيتش فارقه معاك ولا بقيت تتوحشني. باه، مين قالك ده؟ انا ما اقدرش اتاخر عنيكي. انت بتقعد بالشهر ما اشوفكش يا هيب، وش حد زيارتك ليا؟ بكره تخلص الانتخابات
وفضالك يا جمر. اهو كلام. كمان في مصلحه في الصفرانيه لازم انا اخلصها. مصلحه ايه دي؟ تناسيه ولا ايه؟ طاري مع حمدان واللي عمله معاي، انا لازم انا ادفعه الثمن غالي. يا مصيبتي يا مصيبتي، بلاش يا هيمه بلاش، انا ما نقصاش. اطمني، انا مخطط ومرتب كل حاجه، وبكره ابشرك بالخبر الزين. بسمه اما ازيك يا اما؟ شكلها تسلمي يا حبيبي. بسمه ابوي وحشتي الجوي. اقعدي اقعدي. قولي لي عامله ايه؟ الحمد لله زينة، اتوحشتكم قوي. عياش حط الحوائج هنا. خش يا رجالة. أمو بينا يا رجالة، زي ما اتفقنا يا ست باسمة. إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجوزك سابك تيجي عندينا؟ لما قلت له عاوز أزوركم ما منعنيش ياما. شفتوا انا جايبه لكم ايه؟ جايبه لكم هدايا ولحم كتير قوي، وجلبيتين ليك يا ماما، وكمان جلبيتين ليك يا بوي. انا ما عاوزش حاجه. ليه يا بوي؟ الف الف مبروك يا حاجه نصر على براءتك. يبارك في جنابك. انا كنت واثق والحمد لله ان انت هتطلعي براءه، حتى كمال بيه الزيات كان مبسوط قوي بالموضوع ده. تشكر ليك وليه جنابك، ما عرفاش والله ودي جوايلكم ضيفين. ربنا يكرمك بإذن الله. بإذن الله. أدخل. المسجونة تهاني عبد العاطي يا فندم. خليها تخش. خش يا تهاني. أهلاً يا حاجة. ألف ألف مبروك. ما تعرفيش إحنا فرحنا قد إيه للبراءة. تسلمي لي يا تهاني، ما تحرمش منيك يا تهاني. تعالي تهاني اقعدي، اتفضلي. اتوحشتك يا تهاني، كيفك وكيف بيتك؟ عامله دلوقتي؟ بخير يا حاجه، طول ما انت بخير. يستاهل الحمد. انا جايه وجايبه لك خبر زين. اوعى يكون اللي ببالي. هو اللي في بالك هو. معقول؟ بجد والنبي يا حاجه. الف صلاة عليك يا نبي. اسمعيني دلوقتي، واحد محامي قريبي خلاص عثرنا على التاجر، وهياخده من يده ويروحوا الشهر العقاري، هيديله الفلوس وهيتنازل، وهتخرج منها ان شاء الله بالف سلامه. يا ما انت كريم يا رب، يا ما انت كريم، ربنا يخليكي ويديكي على قد نيتك الطيبه يا حاجه. انا مش مصدقه مش مصدقه. الحمد لله يا رب الحمد لله. يا بنتي يعني لما كنت مسجونه ما كنتيش بتبكي، لما هتطلع منها ان شاء الله على خير بتبكي يا كتير. انتي يا راس شوفي مركلة دماغك ولا ايه؟ معاك ولاعة؟ لا ما معيش. طب هات من اللي قالت دماغك. يا راجل انت الله العظيم. بعدين بس ما اتأخرت، المفروض كانت تاجي من الظهرية، ما جاتش لحد دلوقتي. تلقاها وحشيتهم، قالت تقعد معاهم. والله تلقاها زهقت من قعدة الجبل، قالت تغير جو على الجزيرة. جزيرة؟ يا فراج انت مش قلت لي انها من نجا حمادي؟ ايوه عم. فرقت ايه يعني نجا حمادي؟ من الجزيره ما كلهم واحد. بالاذن بالاذن عم. بقول لك ايه يا سيوفي؟ ايوه. هي بسمه اتجوزت موسى ليه؟ يعني يا عمده ايه يعني؟ نصيب نصيب يا عمده. بقول لك تشرب شاي. اتفضل. معقول اللي بتقوليه ده يا حاجه؟ مش معقول. ليه يا ولدي؟ اصل يعني مبلغ كبير، نص مليون جنيه تدفعيهم عشان تسددي ديون الغريمات اللي كانوا معاك في السجن، مبلغ مش قليل. هو انت فاكر الغريمات دول ايه؟ كلهم نصابين يعني؟ لا يا ولدي، ده في منهم غلابه واغلى من الغلب كمان، يعني اللي جهزت بيتها بالقسط وما قدرهاش تسد، واللي بتصرف على عيان، وظروف تانية كثيره يا حبيبي.
في منهم الأرملة والمطلقة واللي جوزها قاعد جارها ما بيشتغلش عطلان. يعني أنا لو معايا أكتر من نص مليون لو ظروفي تسمح يعني كنت دفعت. ربنا يزيدك من نعيم وحاج. تسلم لي يا ولد. عموما أنا بكرة إن شاء الله هروح أجيب كشف بأسماء كل الغريمات والديون اللي عليهم وهشوف مين فيهم المستحقين وهبتدي فورا سداد ديون. ربنا يوفقك. السلام عليكم. أهلا. السلام ورحمة الله. زكي أحمد. زكي أحمد. أخبارك إيه؟ اتفضل. حبيت أبشرك يا حماتي. خير إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين البيت الدهن وبقى جاهز وزي الفل ومش ناقصه غير الفرش. خلص على بركة الله. خد مراتك وعيالك وروح على الصفونية فرشوه بمعرفتكم. إن شاء الله حاجة. طيب أستاذن أنا حاجة. إذنك معاك يا ولدي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يسلم طريقك. إزيك يا مال؟ الحمد لله يا أستاذ يحيى. طلع لنا الماء. أنا حابة أرجع للشغل النهاردة يا عم. بيتك ومكتبك يا حبيبتي. طب عن إذن حضرتك بقى أنا في شغل كتير قوي متأخر. اتفضل يا بنتي. يا الله مسكينة الله يكون في عونها. الله يكون في عونك كل. إن شاء الله يخرج بالسلامة بإذن الله. إن شاء الله يا ولدي. بقول لك أنت مش كنت قبل سابق قلت لي إنك عاوز تعمل لي إعلانات عن البراءة؟ حصل يا حماتي، بس أنا دلوقتي عندي فكرة تانية خالص. فكرة إيه دي؟ إيه رأيك تطلعي في برنامج توك شو؟ لا ما فهمهاش دي. تطلعي برنامج توك شو، برنامج تلفزيوني من اللي بيتفرج عليه 50 مليون بني ادم وتقولي كل اللي عندك وتتكلمي فيه براحتك. هما مش اتهموكي برنامج تلفزيوني؟ انت كمان تطلعي برنامج تلفزيوني وتدافعي عن نفسك؟ لا بس انا ما بعرفش اتكلم. الكلام ده له ناسه. الله يرحمك يا عم حسين. فكرتني بالغالي. الله يرحمك يا خال. الله يرحمه. قال لي جمله عمري في حياتي ما هنساها. خير ان شاء الله. قال لي بنت اختي دي ما بتعرفش تتكلم غير الكلام المفيد، ولما الكلام المفيد بيخلص بتسكت. معلوم. ما هو لما الكلام المفيد بيخلص شر بره وبعيد بيبتدي كلام الذنوب. حلوة يا ولاد، امي هتطلع في التلفزيون وفي ملايين هيشوفوها يا ستي وكلهم يعرفوا انها بريئه. ما شاء الله. مصيبة لتكون أمي ضحكت علينا وعاوزة تطلع في التلفزيون عشان تقول إن سالم بريء وإن هي اللي هربت المخدرات. بتضحك عليها؟ أنا قلت نكتة أنا؟ طب قومي البسي يلا، قومي جهزي أنت والولاد عشان نروح بيتنا الجديد في الصفونية ونلحق نشتري شوية عفش. يلا. ما تخليكي قاعدة معانا كمان يومين يا بس. لا يما ما أقدرش. أنا جاي للحمدان يومين وحعاود. وبقالي عنديكم 4 أيام زمان ودلوك متزرزروا على آخر. خليك قاعدة عندينا يا بنتي وأنا أرفع لك قضية طلاق وأطلقك منه. لا يا بو، ده كان يقتلني ويقتلك كمان. واه، هي حصلت القتل كمان؟ هو بقي متعلق بي وما يقدرش على فراقي. أنا حبقى أجازفكم. خد يا بوي الفلوس دي. إيه الفلوس دي؟ خدتهم من حمدان عشان افتح بيهم الدكان وجيب بيهم البضاعة. لا يا بسمة، أنا يدي ما تتمدش على مليم من فلوسك. ليه يا بوي؟ هاتيهم يا بسمة، لو أبوكي ما عاوزهمش هاخدهم أنا وافتح الدكان واجيب فيه بضاعة واقف فيه. مبروك يا ناصرة، انت رجعت لبيتك وعيالك وشركاتك وحرمتي ولدي من بيته ومرته. بيجيلك نوم؟ بتاكلي وتشربي كده عادي؟ وعارفه ان ولدي مظلوم وبريء. خلي فكريه، ما رحتش ليه للنيابه والحكومه وقلت لهم ان ولدي بريء؟ خلي فكريه، ملوش لازمه الكلام ده دلوقتي، تعالي معايا. اوعي ما بترديش عليا ليه يا نصر؟ عايزه تقعدي هنا متهنيه كده وسايبه ولدي هيعدموه؟ هقول لك ايه؟ هقول لك الله يسامحك؟ لا مش هقول لك الله يسامحك،
هقول لك حسبي الله ونعم الوكيل فيك. تعالي معايا يا خلفة كريا. الله ونعم الوكيل فيك. تعالي معايا دلوقتي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا نصر. خلاص خلاص يا خلفة كريا. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. خلاص يا خلفة كريا. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. احنا مش اتفقنا يا بسمة انك هتقعدي عند ابوك يومين بس؟ ابويا وامي واخواتي كانوا وحشني. ايه هو انا وحشتك جوي كده؟ انا ما حدش يكسر كلامي يا بسمة. خلاص يا حمدان ما تعملها الزعل، حقك على راسي. دي كنت تعرفي فراج قبل سابق؟ فراج؟